أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها التحديات العسكرية التي تعيق عودة الحكومة إلى عدن. في وقت ينتظر فيه المواطنون في عدن عودة الحكومة، تداولت مصادر صحفية معلومات عن تعزيزات عسكرية لقوات المجلس الانتقالي إلى محيط مطار عدن. الأنباء تشير إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يرفض عودة الحكومة مشترطا عودة قياداته. يحدث ذلك بينما الوضع الإنساني في أسوأ صوره، 14 ضحية لكارثة السيول. وفقا للقائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، فإن أكبر مشكلة تواجههم حاليا هي إعادة التيار الكهربائي إلى بقية مديريات المحافظة، مضيفا أن الإمكانات المتوفرة شحيحة جدا وهو ما ضاعف من حجم الكارثة. وناشد المحافظ المنظمات الدولية والجهات الداعمة لسرعة التدخل لتحسين الوضع في المدينة. من يتحمل تبعات التدهور الحاصل في عدن؟ وأين تقف السعودية كضامن لاتفاق الرياض مما يحدث من تصعيد عسكري من جانب ميليشيا الانتقالي؟ وما خيارات الحكومة في ظل هذه المستجدات؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوف الحلقة بعد هذا التقرير. هل ستعود الحكومة مجددا أم لا؟ سؤال يرسم العراقيل التي وضعها المجلس الانتقالي وقواته المدعومة من الإمارات أمام الحكومة التي كان من المقرر أن تعود إلى العاصمة السياسية المؤقتة لمواجهة تداعيات الفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية وخلفت خسائر مادية كبيرة. حينما حلت الكارثة في عدن، غرد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك من أبو ظبي منتقدا تقصير الشرعية غير المتواجدة في المدينة أصلا، في وقت تهيمن فيه سلطة الأمر الواقع التي كرستها الإمارات منذ انقلاب الانتقال على السلطة الشرعية في 10 أغسطس من العام الماضي. واليوم تنتشر قوات الانتقال في مطار عدن لمنع عودة الحكومة، والتي تزامنت مع حملة إعلامية تتهم الحكومة بالفساد كسبب يمنع عودتها إلى العاصمة المؤقتة، فيما يحاول الانتقال مقايضة عودة الحكومة بعودة قياداته المتواجدة حاليا في أبو ظبي. على خط عودة الحكومة دخلت أطراف دولية أبرزها بريطانيا، التي صرح سفيرها لدى اليمن مايكل آرون بأن ما حدث من مآس في عدن نتيجة الفيضانات يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وإتاحة عودة رئيس الوزراء وحكومته إلى عدن، مما يساعد على استعادة الخدمات وتخفيف آثار الكارثة. رسالة يبدو أنها حفزت الحكومة إلى حمل حقائبها والتوجه إلى مطار الملك خالد في الرياض قبل أن تتلقى أوامر بعدم المغادرة بعد المتغيرات الميدانية الخطيرة التي شهدتها عدن قبيل عودة الحكومة. من طرف خفي تحاول أبو ظبي على ما يبدو منح حلفائها أوراقا قوية للعب في ساحة عدن المثخنة بالجراح، إلى حد تتسبب معه بإحراج الرياض التي تبدو حتى الآن أنها الطرف العسكري الأقوى في عدن. لكن هل تحتمل مدينة عدن المنكوبة هذا القدر من المناكفات الثقيلة بين طرفي التحالف وهذا الإقصاء المذل للحكومة التي فرطت قبل أيام بأفضل وزرائها إرضاء لهذا التحالف؟ إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أبها الكاتب والمحلل العسكري السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك معنا سيد سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، كيف تنظر للتصعيد العسكري من جهة المجلس الانتقالي في مطار عدن وفي مثل هذه الظروف الصعبة؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين. بداية، لست محللا عسكريا، أنا عفوا المحلل السياسي. عفوا. نعم، أود الإشارة إليه عزيزي بأن دائما نحن نرمي الثقل على المجلس الانتقالي أو نحمل المجلس الانتقالي مسؤوليات عدة ومختلفة. بكل وضوح وبكل بكل صراحة، الفشل في الشرعية والحكومة الشرعية، لا زلت أكرر هذا الكلام مرارا وتكرارا. يعني الجميع يقول أنهم محجوزين في الرياض، فكيف الآن استعدوا للعودة إلى اليمن؟ إذا ليس هناك أي حجوزات، هناك عدم اهتمام من الحكومة الشرعية بما يدور في اليمن. عموما ما حدث مؤخرا في عدن يا عزيزي، هذه أمور يعني كون
قانونية لا نستطيع أن نتدخل فيها، أمطار وسيول وما شابه ذلك، ولكن سبقها عدم وجود بنية تحتية. يعني الحكومة الشرعية اكتفت بتحرير الجنوب ثم توقفت عن كل شيء، وكأن شيئا لا يعنيها. الكهرباء فاشلة، الاتصالات منقطعة، المياه ملوثة، كل ما يتمناه المواطن اليمني الطبيعي للأسف الحكومة الشرعية لم توليه أي اهتمام، وعلى رأسها وزارة الداخلية الميسري والأمن. الأمور في عدن الآن يعني نحن دائما نقول يوما بعد يوم بأنها تتحسن، وكنا نتمنى من الحكومة الشرعية أن تعود إلى عدن العاصمة المؤقتة لمواجهة أولا الانقلاب قبل الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا. ولكن في المقابل لا نريد أن ندمج كوارث طبيعية مع الأحداث السياسية، لكل شيء مساره. ولكن نحمل ما يحدث في عدن اليوم الحكومة الشرعية صراحة. المجلس الانتقالي ما هو إلا جزء تحت هذه المظلة. هل المجلس السياسي هو الذي تسبب في انهيار بعض المباني وإغلاق بعض الطرق؟ هل هو المجلس الانتقالي؟ هذه الأمطار عادة ودائما هي تكشف البنية التحتية. الحكومة الشرعية لم تقدم شيء. الحكومة الشرعية عبد الملك معين، وأنا أقولها مرارا ودائما وتكرارا، أين وزرائك يا رجل؟ اظهر وقل لنا أين وزرائك؟ أين وزير الإعلام الأريان الذي لا نجد له إلا تغريدات على متابعين لا يتجاوزون 10 أشخاص؟ أين وزير الصحة باعون؟ أين وزير النقل؟ أين ذاك الوزراء اليمنيين؟ لماذا هم مبعثرين من دولة إلى أخرى؟ ثم في الأخير نرمي الشماعة على المجلس الانتقالي. إذا سيد سلمان، هذه التساؤلات والنقاط التي وضعتها سننقلها إلى الضيف معنا من الرياض وهو ناشط سياسي محمد المحيميد. مرحبا بك معنا. مساء الخير أخي الكريم عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا في البداية نعم سيد محيميد، هنا سيد سلمان تحدث أنه حمل الشرعية والحكومة كامل المسؤولية لما يحدث في عدن، هل تتفق معه حول ذلك؟ أولا دعنا في البداية نتفق أن الحكومة والشرعية نستطيع أن نقول فيها من الآن حتى الصباح وعن فشلها وعن عجزها الكثير والكثير. لكن بالتحديد فيما يعني حصل في عدن تحديدا، فإن أنا أختلف مع الأستاذ عسكر بأن الحكومة الشرعية هي من تتحمل المسؤولية، لأن المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي 7 أغسطس الماضي هو من انقلب على هذه الحكومة وطرد هذه الحكومة ورفض بقاء هذه الحكومة. وبالتالي يعني حتى لو سألت المواطن البسيط في عدن ستجد أنه يحمل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن الفشل وتردي الأوضاع، لأنهم لا أنهم رحموا الناس ولا أنهم تركوا رحمة الله تنزل، يعني لا أنهم قاموا بواجبهم نحو المواطنين في عدن ولا أنهم تركوا الحكومة هذه على ما فيها وعلى ما يمكن أن نقول فيها من ضعف ومن فشل ومن عجز أن تعمل التي تستطيع عليه. واليوم يتكرر نفس الشيء. بالأمس سمعنا أن الحكومة اليمنية ستعود إلى الرياض، وبالفعل رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء اتجهوا إلى مطار الرياض الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 9 صباحا حتى دقائق من الآن وهم في مطار الرياض. إذن سيد محمد، إذا 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 ما تسألنا هنا ما حقيقة امتناع أو منع الحكومة من العودة إلى عدن؟ هذا الخبر صحيح، أنا قلت لك من الساعة 9 صباحا تحركت الحكومة نحو مطار الملك خالد في الرياض. نعم. رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء يتجهوا بطائرتهم إلى عدن، وبانتظار وانتشرت قوات من ميليشيات المجلس الانتقالي وحاصرت مطار عدن وهددت بأنها لن تسمح بنزول هذه الطائرة أو باستقبال هذه الطائرة في مطار عدن. إذن ننقل هذه النقطة سيد محمد إلى سيد سلمان عسكر، هل تعجز السعودية أن تنقل الحكومة إلى عدن لتمارس مهامها من هناك بشكل مباشر؟ عزيزي، أولا أرحب بضيفك من الرياض الأخ المحيميد. أنا بصراحة يعني لا أعرف ماذا يريدون من السعودية أن تقدم.
السعودية قدمت كل ما بالإمكان، قدمت كل شيء. لماذا لم تعود الحكومة إلا اليوم أو غدا؟ لماذا عبد الملك المعين رئيس الوزراء فخامته لم يتذكر العودة إلى عدن إلى الصباح اليوم؟ أين هو من سنة؟ هذا السؤال أنا أوجهه له شخصيا، أين هو؟ أين هو هذا الرجل؟ يا أخي خلينا نتكلم بالأجل. هي الآن سيد عسكر، هي الآن تريد العودة والبلد تمر بأزمة وكارثة كما تعرف، وأيضا عودتها مهمة جدا لتنفيذ اتفاق الرياض، وهنا أيضا تحدث السفير السعودي في وقت لاحق على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق ويتمثل بعودة الحكومة. يعني المنتظر من معالي الوزير معين أنه لن يعود لتنفيذ اتفاق الرياض إلا بعد ما حدثت هذه الكارثة؟ لذا لم يعود من الرياض وفق اتفاق الرياض الذي فند أحد بعودة بأن تعود الحكومة خلال مدة 40 يوم؟ لماذا لم تعود الحكومة؟ لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات التي الكل كان من ضمنها؟ كان يتابع أن هناك تصعيد عسكري سيد سلمان، وهذا التصعيد هدد بعودة الحكومة أيضا. لا 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 عزيزي لا معليش لا نكذب على بعض. هذا التصعيد وما حدث من إذا حدث فعلا من المجلس الانتقالي فهو حدث في السنة الأخيرة. أين الحكومة الشرعية من تنفيذ البنود اتفاق الرياض؟ يعني لماذا هي تمشي كالسلحفاة؟ لماذا الوزراء في الرياض؟ هنا سؤال، هل السعودية فعلا مع عودة الحكومة؟ والله أنا يعني لا أمثل الرأي السياسي للدولة، لكن نحن نرى ما تم الاتفاق عليه برعاية كريمة من إذن ولي. إذن لماذا لا تنقلهم اليوم وليس غدا؟ والبلد الآن تمر بأزمة حقيقية سواء كانت سياسية أو إنسانية. شوف عزيزي، ما يحدث سواء أنا كان من الشرعية أو من المجلس الانتقالي، أنا اسمح لي أن أقول بكلمة ويعني أعتذر والله أن أقولها، ولكن أتحتم أن نقولها، هذا شغل بالزرعان، هذا شغل صغار. هنا شعب تطحنه الأمطار ويهدد من الإنقلابيين الحوثيين، ولا زالت هنا لعبة القطة والفار. يا أخي نحن نريد من الحكومة الشرعية أن تكون قوية، الله سبحانه وتعالى يحب القوي، سواء أمام المجلس الانتقالي أو أمام الحوثيين أو أمام باقي الأحزاب اليمنية الأخرى. عندما تكون الحكومة الشرعية قوية فلن يمنعها أحدا من العودة إلى مطار عدن. عندما تكون الحكومة الشرعية قوية وتتواجد على الأرض فلن تحصل هناك أي تجاوزات من الأحزاب الأخرى. الآن الأحزاب اليمنية بمختلف مسمياتها والمجلس الانتقالي وغيرها تريد المشاركة في هذه الكعكة. لماذا؟ لأن الشرعية ضعيفة. الشرعية ضعيفة وشغلهم شغل صغار كما تلفظ سيد سلمان. ننقل هذا التساؤل للمحلل الناشط محمد المحيميد من الرياض، كيف ترى ما قاله السيد سلمان؟ كيف تعلق على ذلك؟ طبعا أحب أصحح أنه بعد توقيع اتفاق الرياض عاد رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء إلى عدن، وبقوا هناك لعدة أسابيع أو أشهر، ثم بعد ذلك غادر عدن ولم يعد حتى الآن، لكن حصلت عودة بعد توقيع اتفاق الرياض. هذا من حيث العودة. الشيء الآخر، أنا قلت لك في البداية أنا أتفق معك أن أتفق مع الضيف أن الشرعية وحكومة الشرعية فيها من الضعف ومن الفشل ومن الفساد ما يجعل الجميع يتجرع عليها داخليا وخارجيا، ولو أن وحان الوقت على الشرعية أن تصحح هذا المسار، وأنت يعني حتى لو كانت منعت من عدن كان على الحكومة الشرعية أن لا تعود إلى المنفى وأن تذهب إلى مأرب أو إلى شيئون أو إلى المكلا أو إلى المناطق الأخرى التي ترحب بها، لكن يبدو أن هذه الحكومة لا تصدق أي فرصة تجدها. إذن هنا لماذا لا تنقلهم السعودية مباشرة إلى عدن والبلد يحتاجهم بشكل كبير الآن بعد مرور 5 سنوات على الحرب وأيضا كوارث تتوالى عليه؟ أنا شخصيا أخي الكريم ضد تحميل يعني الآخرين عجزنا وفشلنا. لماذا؟ نحن أصحاب القضية ولن يحك جلدك مثل ظفرك.
إذا يعني أنت صاحب القضية يجب أن تتبنى ما تريد. لكن السعودية سيد محمد، السعودية تدخلت في هذه الحرب وهذه الأزمة بشكل كبير، يعني نعرف مدى تدخلها ومدى إدارتها لهذه الأزمة. أنا أقول لك السعودية هي يعني ما ليس لنا إلا ما تقول في بياناتها وتصريحاتها أنها مع الشرعية ومع الشعب اليمني، ويجب أن نعمل هذا الشيء. عندما تقول الشرعية شيء آخر وتصرح بذلك الشيء يمكننا أن نتكلم ونقول أي شيء في السعودية بعد ذلك، لكن طالما الشرعية صامتة وعاجبها الوضع اللي هو فيها لا نستطيع أن نقول أن هناك أشياء وراء الستار. أنا شخصيا لا أؤمن بهذا الشيء. على الشرعية هي التي تستطيع أن تغير الواقع، وإن كان هناك من أي عرقلة ما يعني تتكلم وتوضح للناس أنه أنا معرقلني الطرف الفلاني. نعم، شكرا جزيلا لك محمد المحاميد، كنت معنا من الرياض الناشط السياسي. نعود إلى سيد سلمان. سيد سلمان، هل تعتقد أن المجلس الانتقالي الآن يتحرك من ذاته دون أن يكون له ضوء أخضر من الإمارات؟ بعيد عن المجلس الانتقالي أو الإمارات، الإمارات أشرت كثيرا بأنها ضمن منظومة. لماذا بعيدا عن المجلس الانتقالي والإمارات تقف خلفه بشكل كبير؟ دعني أفصل لك بما أنك سألت هذا السؤال عزيزي. المجلس الانتقالي إذا كان بهذه القوة، إذا كان بهذه القوة، اسمع ما أقول، إذا كان بهذه القوة فأعتقد أنه الكفيل بمواجهة الحوثية بصراحة. إذا كان قادر على أنه يحمي عدن في ظل غياب الشرعية، نحن في الأخير ماذا نريد؟ نريد من يواجه الحوثيين، نريد من يعيد اليمن، نريد من يستعيد الشرعية. استعادة الشرعية أمر حتمي، ولكن هذه الشرعية بما أنها تسير كالسلحفة فأنا لا أرى في الأفق أملا إلى أنها ستسيطر أو ستستعيد اليمن. يعني بصراحة الخلل الذي يكمن في المشكلة. هل هذا اعتراف سيد سلمان بالمجلس الانتقالي كبديل للشرعية في عدن الآن حسب ما قلت؟ أنا شوف، أنا لم أقف على ما يدور في عدن، أنا مجرد يعني متابع للأحداث، متابع لما يقال. لكن المجلس الانتقالي لم يظهر شيء أن يثبت دوره حتى اللحظة. يعني لابد أن نكون نتكلم عن شيء رأيناه بالعين أو اعتراف صريح من المجلس الانتقالي. هناك نقدر نتحدث عن الوضع، ولكن نحن نضع الآن احتمالات. أنا أؤكد لك يا سيدي بأن الخلل إذا كان عبد رب هادي يريد أن يعالج مشكلة ضعف الشرعية فعليه أن يحدث التغيير في وزرائه كافة بما فيه من قيادة الجيش. 5 سنوات لا زالوا مكانهم، لم يتقدموا خطوة واحدة. أبتعد عن ذلك وأذهب بك إلى اتفاق الرياض الذي عقد قبل بضعة أشهر، احتمل عدة بنود لمصلحة الشعب اليمني قبل الحكومة الشرعية، ثم رميت الكرة في ملعب الشرعية لتمرير هذه البنود التي تم الاتفاق عليها مع المجلس الانتقالي، فلم تتحرك الشرعية خطوة واحدة. إذا ماذا ننتظر؟ لا ننتظر إلا الحوثيين يسيطرون على الجنوب ثم نعود مجددا لتحرير الجنوب. يا أخي الأمور بتفاهات، يعني أنا لا أعلم من يدير العملية السياسية في الشرعية، ماذا يحدث في الحكومة الشرعية؟ الناس يتساءلون يا أخي، الناس الطبيعيين يتساءلون. نحن شاهدنا اليوم المواطنين كيف استقبلوا أحمد سالمين في عدن، استقبلوه باللعن وبالشتم وباتهامه بالفساد. أنا أعلم قطعا بأن ليس له ناقة ولا جمل، هو مجرد محافظ بالأخير، لكن ما يتحمل المسؤولية. لكن الشرعية سيد سلمان، الشرعية كانت واضحة. هنا أيضا تصريح لرئيس الوزراء يقول أن أحداث أغسطس أصابت مؤسسات الدولة بالشلل، والحل هو في تسريع لتطبيق اتفاق الرياض. يا عزيزي، هو يعني اكتشف كوكب إضافي؟ ما كل العالم قال بنود الرياض، لكن لماذا لم تسير وفق هذا الاتفاق؟ لماذا لم تطبقوا هذه البنود؟ ماذا تنتظرون؟ الحكومة الشرعية من الأخير يا سيدي
تعمل في تعيينها بالوساطة، بالوساطة، وهذا هو الذي أحدث الشرخ والفشل للحكومة الشرعية. يا سيد سلمان، منذ أغسطس والانتقالي يسيطر على عدن، على كل مفاصل الدولة فيها. هناك تواجدت يعني نائب رئيس الوزراء تواجد في عدن ولم يستطع أن يقوم أو يتحرك بشكل حر في عدن. كيف الآن نحمل الشرعية يعني تبعات ما يحدث الآن؟ لا عزيزي، قبل قليل ضيفك من الرياض الأخ محمد بن حميد قال أو صحح لي ولك بأن نائب الوزراء سافر إلى عدن وجلس بضعة أسابيع أو أشهر، أنا لا أدري كم. كان يقصد معين، كان يقصد معين ثم عاد إلى الرياض. طيب لماذا عاد إلى الرياض؟ لماذا عاد؟ بما أن كان يقصد رئيس الحكومة سيد سلمان معين عبد الملك. نعم نعم، نائب رئيس الحكومة موجود في عدن. يا أخي احنا نتكلم عن فرد أو فردين يا سيدي، أنا أريد أن تقول لي أين باقي الوزراء؟ يعني معليش والله العظيم، مما يعني يقهر الإنسان ويغل القلب أن نشاهد حكومة شرعية وزراءها مبعثرين في كل بقاع الأرض. يعني العدو اللدود للجميع اللي هو الحوثي وزراء متواجدين في صنعاء. يا أخي ليش ما يكون وزراء موجودين في عدن؟ كيف تستطيع أن تدير بعض الأمور بعيد من خارج عدن؟ وضحت يعني فكرتك سيد سلمان. نعم وضحت فكرتك سيد. شكرا جزيلا لك سلمان عسكر المحلل السياسي، كنت معنا من أبها على هذه المداخلة، وأيضا الشكر موصول لمحمد المحيميد من الرياض المحلل والناشط السياسي، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة. لكم التحية مني ومن معد الحلقة ودي عطا ومن فريق العمل، وفي أمان الله.